حلت التلميذة المغربية مريم أمجون اليوم الجمعة بمطار محمد الخامس الدولي بدور البيضاء بعد أن توجت مؤخرا بلقب تحدي القراءة العربي لسنة 2018 بدول الإمارات العربية المتحدة. وجاء فوز أمجون التي تدرس بمدرسة الداخلية بتيسي تاونات التابعة للأكاديمية الجهوية التربية والتكوين جهة فاس مكناس بعد مشاركتها الناجحة في المسابقة التي تخطت في دورتها الثالثة 10.5 مليون من التلميذات والتلاميذ من مختلف البلدان العربية وخارجها. واحتفاء بهذا التتويج غير المسبوق خصص للطفلة المغربية لدى وصولها إلى المطار محمد الخامس الدولي حفل استقبال بهيج حضروا على الخصوص أفراد عائلتها إلى جانب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يوسف بلقاسمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس محسن زواق. وتبلغ القيمة الإجمالي لجوائز تحدي القراءة العربي 11 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 3 مليون دولار أمريكي، إذ يحصل بطل التحدي القراءة العربي على 500 ألف درهم إماراتي فيما تحظى المدرسة المتميزة الفائزة بمليون درهم إماراتي والمشرف المتميز على 800 ألف درهم إماراتي. ويذكر بأن مسابقة تحدي القراءة العربي التي انطلقت سنة 2016 تندرج ضمن مشاريع مؤسسة مبادرة محمد بن راشد المكتوم العالمية.